المحور الثاني أبو مسلم شاعر. لماذا أبو مسلم؟ أو لنعد سيارة السؤال، لماذا يعد أبو مسلم رائدا من رواد الشعر العماني في العصر الحديث؟ ولماذا اختير شخصية عالمية مكرمة من قبل يونسكو؟ طيب، أبو مسلم يشكل أنموذجا للشخصية العمانية الإصلاحية والنهضوية متعددة الاهتمامات، هكذا وصفته إحدى الدراسات. فهو من جهة فقيه مشارك، يتجلى ذلك من خلال كتابه الموسوم لثار الجوهر الذي شرح به جوهر النظام في علمي الأحكام والأديان لنور الدين عبد الله بن حميد السالمي، وضمنه آراء كبار العلماء والأئمة المحققين ورادة الفكر والإصلاح والتنوير في زمانهم. ومن جهة ثانية هو قاض مبرز ترأس سلك القضاء وعمل مستشارا قضائيا وأدلى بدلوه في العديد من المسائل، وعبر عن مواقفه وطروحاته تجاه القضايا التي كانت تشغل الأمتين العربية والإسلامية وقتئذ، كما أنه صحفي رائد أسهم في تأسيس جريدة النجاح سنة 1910 للميلاد، ليفتح بذلك الباب مشرعا أمام المحاولات الصحفية العمانية التي أخذت تتقاطر تباعا، بدءا بجريدة الكفاح الصادرة سنة 27 وجريدة الفلق الصادرة سنة 29 وجريدة النهضة الصادرة سنة 51 وجريدة المرشد الصادرة سنة 53 وجريدة زنجبار وغيرها. هذه الجرائد والصحف كانت تقوم بدور ريادي وطليعي في بث روح الوحدة الوطنية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقد مارس كتابها كما تشير مقالة نشرت بمجلة الفلق الإلكترونية، مارسوا النقد السياسي والاجتماعي وعبروا عن آرائهم تجاه وحدة العالم العربي وقضايا دينهم الإسلامي الحنيف. يضاف إلى ذلك كله عودا على بدء تلك الملكة الشعرية الباهرة التي مكنته من إيصال صوته الهادر المجلجل إلى العالم الحر الحي من حوله وإلى وطنه عمان بما اشتمل عليه ذلك الشعر من مقومات فنية ضمنت سيرورته، وبما فتح أبو مسلم من آفاق جديدة تبعته عليها مجموعة من الشعراء الذين جاءوا بعده، الأمر الذي حمل على القول بظهور مدرسة شعرية كان أبو مسلم هو الرائد لها، فقد كانت دعوته الوطنية المخلصة ومشاركاته الشعرية الخارجية واستلهامه التراث الشعري في أزهى عصوره أبوابا تدفع إلى اعتباره الرائد للشعر العماني في العصر الحديث.